بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم دلوقتي برضو على موضوع تاني من مواضيع اللي برضو بتبقى عائق بالنسبة لنا واحنا بنيجي نشرح مايكرو كنترولر للشباب في اي ورشة عمل او اي تدريب، انك بتلاقي الاساسيات الالكترونية ساقطة منه لانه حفظها او نساها او ان هو ايه يعني ما تعلمهاش بسرعة عملية يعني. نتكلم على المواتير الديسو موتور. هتلاقي فيها اي موتور ديسو موتور مكون من رجلين، يعني هتلاقي في رجل مثلا لونها حمراء ورجل لونها زرقاء مثلا، فرضنا يعني لو دخلت الموجب على الاحمر والماينس على الازرق هيلف الموتور معاك في اتجاه عقارب الساعة، عكست الدنيا هيلف معاك في عكس اتجاه عقارب الساعة، يعني هو بايبولر يعني بيشتغل في الاتجاهين، يعني مش هيعطل لو عكست له الايه عكست له اتجاه الفولت. لكن بالطريقه الاسلم ان حضرتك تشغل الموتور وتعكس حركته بيه عن طريق حاجه اسمها الاتش بريدج، لان ده في الغالب المواتير بتحتاج جين عالي عشان تشتغل. فاللي بيعطي جين، انت عندك طبعا تخدت في الترانزستور ان الاي سي بتساوي البيتا اي بي، يعني البيتا اللي هو معامل التكبير اللي انت حضرتك بتجيبه من الداتا شيت بتاع الترانزستور. لو وصلت انت الموتور بهذه الطريقه وشغلت مع حضرتك الكيو، وعلى فكره مش شرط يكون بي ان بي وان بي ان خالص، يعني ممكن كلهم يكونوا ان بي ان ويشتغل معاك زي الفل، يعني مش شرط يكون واحد ان بي ان وواحد بي ان بي زي ما موجود في الصوره كده، انا الصوره دي واخدها من على الانترنت يعني، لكن ممكن يكونوا كلهم ان بي ان ويشتغلوا زي الفل معاك مفيش مشاكل خالص. لكن انت حضرتك لو شغلت كيو واحد مع الكيو اربعه، طبعا لما تشتغل لما تحط عليه واحد من عن طريق المايكرو كنترولر، يعني تحط عليه 5 فولت عن طريق المايكرو كنترولر، والكيو 4 تحط عليها 5 فولت، والكيو 3 تحط عليها 0، والكيو 2 تحط عليها 0، هيبقى الكيو 3 والكيو 2 في وضع اوف، واللي يبقى في وضع اون هيبقى الكيو 1 والكيو مين والكيو 4. لاحظ بقى ان هيمشي معاك من الفي سي سي، يمشي معاك بهذه الطريقه، هيخش بقى من الكوليكتور للايه للإيميتر، ويمشي معاك من الموجب للسالب، هيلف مثلا في اتجاه عقارب الساعه ويمشي معاك زي الحلاوه، وبعدين يجي لايه يجي للارضي. طيب فرضنا انك هتخلي ان كيو 1 ان كيو 1 بزيرو والكيو 4 بزيرو، يعني اتنين قصاد بعض دول بزيرو، وكيو 3 والكيو 2 هتخليهم ايه بوحيد يعني عليهم 5 فولت، هيبقى طبعا ده اوف وده اوف، وهيبقى بس الكيو 3 والكيو 2 هما اللي اون. هتلاقي طبعا هيجي هنا يلاقي السكه مقفوله، هيقوم جاي هنا ماشي معاك السكه زي الفل. هيمشي معاك بقى دلوقتي منين؟ من السالب للموجب، فهيمشي معاك بايه؟ في اتجاه عقارب الساعه مثلا، وهيعكس حركته بمنتهى السهوله، وطبعا هياخد الجين الايه؟ المطلوب. فده الاتش بريدج، ويعني بستغرب ان بلاقي ناس مش عارفاها او تستغرب يعني ايه اتش بريدج، يعني المفروض الناس عملتها في المعمل بايديها ايام ما كانت في الجامعه يعني، بس في الغالب ممكن تكون بتتنسى. طيب حاجة تانية، موضوع تانية نشوف في السلايد التانية. طبعا خلاص كده الاتش بريدج تمام، لو في اي تعليقات تكتبه في الكومنت، وانا يعني لو في اي حاجة مش مفهومة. نيجي للسلايد اللي بعد كده. حاجة طبعا اسمها اللادر، او بيسموها الداك، اللي هي ديجيتال تو انالوج كونفرتر. يعني عندي معلومة ديجيتال، قيمة ديجيتال جاية من مايكرو كنترولر، تردد مثلا انا جايبه من مايكرو كنترولر، جايبه مثلا من التايمر بتاع حضرتك، وده جاي لك عن طريق تايمر، والتايمر ايه بيدي لك على ايه على بيدي لك تردد معين او اي شيء. المهم انت عندك اربعه ايه يعني، مثلا فرضنا ان عندك هنا اربعه ديجيت جايين من المايكرو كنترولر، او في الغالب 8 ديجيت لو هما حسب نوع المايكرو كنترولر بتاعك. فحضرتك لو دخلتهم على دايره داك زي دي اللي هي اسمها ار تو ار، يعني هتلاقي مثلا هنا مقاومه اللي هي الار الار واحد مثلا، هتلاقيها يعني هتلاقي هنا المقاومه هنا مثلا 10 كيلو اوم، وتحت 5 كيلو اوم، او تحت او فوق 2 كيلو اوم، وتحت كام 1 كيلو اوم، يعني اللي تحت يبقى اللي فوق يبقى ضعف اللي تحت، يعني مثلا لو هنا 10 يبقى هنا كام؟ هنا 5، وده اظن انسب حاجه ان يعني يكون مثلا 10 5، او مثلا ممكن يكون فوق 1 كيلو اوم 2 كيلو اوم، وتحت كام؟ 1 كيلو اوم، عشان كده بيسموها ار تو ار، يعني اللي فوق بتكون ضعف الايه؟ اللي تحت. ولاحظ ان الدي زيرو بيكون هي الايه؟ الليست سيجنفيكانت بت، يعني البورت زيرو هنا، والبورت الكبير بتحط قرب الايه؟ الامبليفاير، طبعا دايره ايه؟ امبليفاير مكبر يعني، عشان يكبر لك الايه؟ الاشاره بتاعتك لو انت هتدخلها على سماعه او حاجه، يعني مثلا لو عندك تردد معين او عندك حاجه معينه طالعه من مايكرو كنترولر طالع ديجيتال، وعايز تشغله على اسمه ايه ده على سماعه، السماعه مش ما بتسمع ما بتفهمش الـ ما بتفهمش الديجيتال، عايزه انالوج، عايزه فولت يشغلها، سماعه فولت،
ساعتها بقى تختار تعمل ايه، هتضطر تختار تعمل ايه، الداك اللي هو نوع من انواع منه اسمه الارت، ده ممكن تعملها بشيلين يعني، دايره بشيلين ممكن تعمل، ومش شرط تعمل امبليفاير كمان يعني، لو يعني ممكن تشيل دايره الامبليفاير دي بس هيبقى الصوت واطي شويه يعني، ممكن تدخل منين، من عند الايه، من عند النقطه السوداء دي، وتدخل على طول على السماعه بس هيبقى الصوت الى حد ما واطي شويه، لكن طبعا لما بتعمل الار اف هنا اللي هو بيطلع لك ايه الفي ريفرنس بيقوي الدنيا شويه يعني، بتضرب الجهد الخارجي في الجهد الداخل الخارج في الجهد الفي ريفرنس فبيكبر الدنيا. فالمهم يعني، فالوقتي انت حضرتك هنا بتحط الليست سيجنيفيكان هنا الليست سيجنيفيكان بت، وهنا الموست سيجنيفيكان بت، يعني هنا اخر بتايه وهنا اول ايه اول بتايه اللي طالعه عندك، وتحط زي ما انت شايف كده تحت، هيبقى كله هنا ار 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 ما عدا اللي واصله بالارض دي هتكون 2 ار، وكل اللي طالع فوق الايه المضاعف 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 بتاعك. المعادله بتاعت دي انت لو اجتهدت شويه، ودي بقى ممكن يعني نسيبها لاخواننا الاكاديميين يجيبوها لك، بس انت لو اجتهدت هتجيبها سهله مش مشكله يعني. يعني الفي اوت هتساوي ماينس في ريفرنس، وبعدين البتايه طبعا يا اما بصفر يا اما بواحد، يعني لو حطيت البت 3 بزيرو معناها انت حاطط صفر، فطبعا ده تتلغى يعني، لو انت حطيت هنا 1 0 1 0 1 يبقى لو البتايه الاولى بس بواحد يبقى 1 0 0 0 يبقى 1 على 16 من الفي ريفرنس، يبقى ده الفي اوت هتساوي 1 على 16 في ريفرنس، لكن لو مثلا بي 3 وبي 0 شغالين يبقى الثمن والربع يتلغوا، وهتجمع الايه النص زائد مين زائد الواحد على 16 وتضربه في الفي ريفرنس هيبقى هو الايه الفي اوت. وطبعا ممكن تمشي معاك حسب الريزوليوشن بتاعك انت عامله كام، يعني انت عامل هنا 4 ريزوليوشن بس من بي 0 لبي 3، انت ممكن تعمله لغايه مثلا 8 او 6، فعشان كده ممكن تعمل المعادله ايه السيريز دي، واظن سهله مش صعبه، وايه وبتساعدك كتير جدا لو انت مطلع حاجه ديجيتال من مايكرو كنترولر وعايز تحولها انالوج، لان الجهاز اللي بره شغال ايه شغال انالوج. اتمنى يكون الموضوع ده بسيط ومفهوم، ولو في اي تعليقات عرفوني وان شاء الله نوضحها في التعليقات. شكرا جزيلا.